مساء الخير شباب. بفيديو سابق تحدثنا فيه عن هالمشكلة اللي عم تواجهنا أثناء تشغيل جهاز الكمبيوتر، واللي عم تقلي not found system، ما في نظام بجهاز الكمبيوتر أو الجهاز ما تعرف على الهارد عندك، يعني فعليا الكمبيوتر ما شاف الهارد نهائيا. ليش؟ لأنه وصلت الساتا غير متصلة أو وصلت الباور غير متصلة، وهذا الشيء ذكرناه بالفيديو السابق، وذكرنا أنه يجب تبديل هدول الوصلات لحتى يشتغل الهارد وتشوفه اللوحة. طبعا مو بس هي المشكلة ممكن تظهر، ممكن تظهر مشكلة تانية على الشكل التالي، رح نعيد التشغيل، يلي هي تجميدة الجهاز عند البيوس بهذا المكان. شباب شايفين هذا الشباب عند كلمة أسوس أو عند كلمة MSI أو جيجابايت، بيجمد الجهاز وبيضل عند هي النقطة. وكتير منا بيعتقد انه في مشكلة بالهارد ديسك او الهارد ديسك مضروب او فيه اي اشكال، وكتير من الناس بيعتقدوا انه في مشكلة بالسوفت وير، يعني بالويندوز بحد ذاته، انما هي المشكلة ما لا بالويندوز، هي المشكلة بالهارد ذاته، لانه المشكلة عم تكون قبل الوصول الى الويندوز. طبعا احنا هون عم نتحدث عن جهاز كمبيوتر الهارد الخاص فيه سليم، ما فيه باد سكتورات، الهارد الهيلث تبعه 100. تمام، كيف فيني حل هالمشكلة؟ طبعا في بعض الناس قالوا لي انه احنا بدلنا كابلات الساتا وكابلات الباور ساتا وما استفدنا للأسف، وبهذا الفيديو ان شاء الله رح نتعرف على طريقة الحل. ما تنسوا ما تعطونا لايك على الفيديو لحتى يزيد انتشاره، عم تشوفونا اول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. اذا اصدقائي، مثل ما ذكرنا ببداية الفيديو عم تطلع لي رسالة not found system او عم تجمد اللوحة عند عبارة اسوس او جيجابايت او MSI، بغض النظر عن اسم اللوحة عم تجمد كتير، بعدين لبعد فترة لا يأقلع الهارد. احيانا نسمع صوت سكسكة او تكتكة من الهارد، تك تك او سك سك. تمام، طبعا هذا الصوت بيكون بسبب عدم اتصال الهارد بالكهرباء بالشكل الصحيح. وذكرنا انه ممكن تكون المشكلة بسبب كابلات الباور ساتا او الداتا ساتا، وطبعا هون عم نرجع نأكد انه الهارد سليم 100%، الهارد ما فيه مشاكل، ما له قديم كتير ومهري، تمام، او مهترئ، الهارد سليم والهيلث تبعه 100%. أصدقائي، السبب المشكلة ممكن يكون بسبب هالكونكتر هذا اللي موجود بالهارد نفسه، قد يكون عليه صدى أو قد يكون عليه غبار بشكل كثيف، بالتالي ما عم يؤدي لاتصال جيد مع اللوحة. طبعا في شخص بيقول لي أنا بدلت 10 وصلات ساتا و10 وصلات باور ساتا وللأسف ما كنت استفيد، علما أنه الهارد تبعي سليم أو جديد بغض النظر. وطبعا طريقة تنظيف أسنان الهارد ديسك رح تكون بسيطة جدا، عن طريق فرشاة أسنان وعن طريق السبيترو أو أي مضاد صدى خاص بالأجهزة الإلكترونية. في بعض الناس بيستخدموا البنزين لأنه بيطاير بسرعة، لنفرض بنزين أو سبيترو بيمشي الحال معك. على فرشاة الأسنان بخ عليها، تمام، بهذا الشكل، ومن ثم بفرشي هالأسنان النحاسية بهذا الشكل، وحتى بخلي الفرشاة تفوت بالمكان اللي بهذا المكان، كلياتها بهذا الشكل. طبعا منلاحظ انه زادت اللمعة الخاصة فيهم، وازيل جميع الغبار او الصدى اللي موجود على الهارد ديسك. وأكيد بإمكانك تنظيف الهارد وهو متصل على اللوحة بدون ما تفكه نهائيا بهذا الشكل، وهو متصل ما في عندك إشكال بفك الهارد كليا. أكيد لا مانع من تنظيف الأسنان الداخلية لوصلات الساتا، وأكيد أيضا الداتا ساتا. بالنسبة للسبيترو بيطول شوي لحتى ينشف أو يتطاير، البنزين تطايره أسرع جدا، ننتظر شوي لحتى ينشف السائل كليا، طبعا هو بيتطاير بالهواء. برجع الوصلات كليا مثل ما كانت، وبعد ما قمت بإعادة التوصيلات كما كانت بقوم بتشغيل الحاسب، ومنلاحظ انه الهارد اتصل بشكل سريع مباشرة وقرأ نظام التشغيل، والجهاز كذلك الامر قرأ الهارد بشكل سريع.